مساء الخير. اليوم أول أيلول، والمثل بيقول أيلول طرفه بالشتى مبلول، وبهالشهر بتبدأ المدارس وأكيد التلاميذ ببلشوا يحضروا حالهم للموسم الدراسي الجديد، وإن شاء الله بيكون موسم مبارك. وبالعودة لتقريرنا، الحرارة عالية والشوب خاني العالم، وعطول بحطوا السبب على الاحتباس الحراري، ولكن بالرغم من كل السيئات الناتجة عن ارتفاع الحرارة بيضل له فوائد كتيرة. وبتعرفوا أنه الطقس الدافي بيمتص نسبة كبيرة من الغازات المضرة بالبيئة، الطبيعة بتعالج حالة بحالة. وبالعودة لطقسنا، طقس صيفي مستقر مسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة نهاراً وبرودة ملحوظة ليلاً وغيم على المرتفعات، الرطوبة عالية عم تتخطى 80%، الرؤية متوسطة، البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة مياهه 30 درجة. فانتبهوا منيح من خطر أشعة الشمس وخطر الحرائق يلي بيرتفعوا طيلة فترة الصيف. ليلة طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع ضباب على الجبال واستقرار بدرجة درجات الحرارة يلي عم بتسجل على الساحل 20 درجة، لبكرة طقسنا غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يلي عم تتراوح ببيروت بين 22 و 33 وفوق الجبال بين 21 و 26 وبالأرز بين 12 وال 21 وبالبقاع بين 18 و 32 درجة وبالجنوب بين 18 وال 28 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديداً من عكار حيث عم بتسجل. إذن عكار 18، طرابلس 26، وجبال 26، 28 ببيروت، وصيدا 27، وصور 26، بنت جبال 23، نبطية 23، بيت الدين 25، 26 ببرمينا، زحلة 24، بعلبك 25، والقرز 16، والهرمل 27 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 50 و80 بالبيي، حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، ورياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليلة وبكرة وبعد بكرة، خلينا نشوفهم سوا. إذا الليلة بتوصل لل 19، وبكرة بين 20 و32 درجة، ونهار الثلاثة بين 19 و32 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا الرياض 41، صنعاء 21، القدس 24، ومننتقل من بعدها للقاهرة 28، وأخيرا روما 24، وأثينا 27 درجة. وهيدا كمان جونا، بس خليكن معنا لتتابعوا آخر أخبارنا.